سيلاب هذايا هذايا ما وصلش معناتها قرار سياسي حتى في المحكمه قالوا لانه مكتب الضبط هو معناها يسجل سجل سجل نزلوا حتى حتى ورقه يخدم يا خويا يخرج بالي خسيت في الانتخابات التشريعيه اللي ريتو انا غادي قرار سياسي من شكون اللي ريتو هام شو هام شو الله اعلم نقول انا اللي ريتو ميدانين اللي عينته ميدانين هي وفيت فما حاجه غريبه اللي اللي فقت بها سناء هو فما حمله وفيت لانه جمع 400 تزكيه حمله هي واقوى من الحمله اللي جايه اول حاجه ساعه فما فراغ كبير في القانون الانتخابي لانه ما فما حتى حتى تكست فما حتى نص ي... كيف يقولوا ينظم. ينظم الحمله هذه ما فماش فلوس معناها ما, ما فماش تنصيص على الجيش. ما فماش قضيه نصرف ما نصرفش ما فماش سقف انفاق معناها كل عادة كي واحد يسكر روحه البيت وينظر وحده ويخرج قوانين وحده م. فما ثغرات اذا اليوم النص القانوني ما ينظمش الفتره جمع تبرعات وهي هي تزويد اه جمع سمع تبرعات جمع تبرعات طول الفلوس هذيك الحمله حب تدخل الحمله رجال الاعمال الكل كيف سي بيان سي بيان تونس بدها بي بي تفركس على تبرعات اذا اللي فقت به اول حاجه هو الناس هو شنو هو ريتو نتائج ونتائج وفات اكدت اللي قلته فما سبعه سبعة دوائر هما فما 10 دوائر في الخارج ساعه نحن سي ما كان في بالك كنا نحن تونس بالخارج كنا آه ممثلين ب 18 عضو دي. اي توا قد ولينا 10 قلت لك قاعدين يلوجوا توا في فما دوائر ما فيهاش مترشحين لا 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 هذيك تو نشوف النتائج الترشحات نحكي لك في, ال في القانون الانتخابي الجديد في توزيع ممثلين لي كوتا لي كوتا لي توانسه بالخارج يمثلوا مليون أي. اليوم النخبه في الخارج أي. اليوم النخبه شو معناتها النخبه في الخارج؟ اليوم النخبه التونسيه في الخارج كفاءات تونس كفاءات تونس كلها في الخارج وكيف تحبوا ننظر بتونس اوكي متفاهمين لازم ننظر بالفئات الضعيفه مي تونس ما تبدل وما تحسن وما تقدم الا بكفايتها ونخبتها نرجع نسكر البرنامج هذه اذا تونس كانت ممثله ب في, في القانون القديم ولا البرلمان القديم توا من 18 هبطنا العشرة اذا انا حبيت نفهم صراحه سي حبيت نفهم علاش هذه الكره فما كره سي انا عندي ما نقول عندي يعني ممنهج هذا من قبل منظومه جديده بتبيعة. حاتم حاتم بولابيا وفهمت غير علاش علاش فسر لانه اقل ناس صوتوا لسي قيس سعيد هم الناس بالخارج. شوف حتى كي تاخذ بين تونس وتعرفوا شكون صوت معناها الفئات اللي صوتت الشباب هما اكثر فئات صوتت اقل جهه صوتت لقيس سعيد هما الخارج. اذا هو عقاب للتونسيين بالخارج وسي منظر انا سمعت في على الرغم التحويلات واهميه التحويلات الماليه يعني اللي قاعده يقوموا بها التونسيين بالخارج. أي. سي قيس سعيد هو يفرق ما بين مشروعه الخاص وبين تونس. هو ايش قاعد يصير هناك نجم نحكيو على المشروع هو اي نظام وهذا صراحه غلط اي نظام <applause> نظام حركه النهضه العشريه وكل شيء اللي يجيب ليه بروحه كما في العشاء نورمال والعشاء تلاه بالناس بعد تلاه بروحه <applause> يتلاه بروحه نظام جديد وكل شيء والتوانسه اليوم التوانسه صراحه المقدره الشرائيه تشوف فهمت آه ايه تشوف. دونك السيد فما دي سامحني فما ايه. توا بوليميك كبيره في البلاد مزدوجيه الجنسيه مساله مزدوجيه الجنسيه ما نخبيش عليك يعني مع احترامي وتقديري واللي انت منهم فما اي واللي انت منهم برشا لغط على الولاء وفكره الولاء وفكره وشفناها هذايا في السابق وهذا تابع لفرنسا ولا تونس سامحني وهذا علاقاته عنده التزامات تجاه الأجهزة في فرنسا وإلا في أمريكا وإلا في بلجيكا مسألة الولاء والوطنية كيف تجاوب عليها أنت حاتم بولابيار فما اليوم شاب تونسي ولا حتى أقل شاب جيت تقول له ما تشدش صف في تاليف تاخذ فيزا ونعطيك وثيقة اللي هو فيزا في اسمه باسبور تقول ليه أنت شاب كل شي حاب يعمل توا 90% شاب تونسي حاب يحرق اللي حاب يحرق مفخم في الطياره خاطر كادر واللي حاب يحرق <applause> في قوارب الموت ذيك ش بك الشباب كل معنى تونس كلها خونه ولاء ولا هو؟ لن سمحني سامحني سامحني في موقع مسؤوليه انا رئيس حكومه ولا رئيس دوله أي. ويكون عنده الجنسيه الامريكيه ولا ما التونس الأسرار العسكريه سي والامنيه سي سي وكان انا رئيس حكومه ما عنده جواز جنسيه انا في مطرح عندك تأخذ ورقه وثيقه فيزا تولي خائنه لا الفرق الباسبور لي الباسبور فيزا فيزا في يا جماعه ايش معناتها؟ ايش معناتها؟ معناتها تجي فيه, فيه واجبات ولا فيه واجبات ولا ما في حتى شنو الواجب؟ ما نخش فيزا جاي في فرنسا ما عندك حتى ما واجب شنو الواجب؟ آه يعني في السيرفيس ميليتير ولا في فهم... ميليتير يعني ما حتى واجب اما باغ كونخ عندك حقوق عندي حقوق ما ناخذش فيزا يا جماعه فما تونسي ليه ما فما حتى واجب اليوم خلينا نتفاهموا في حاجه هو العقل التونسي العقل التونسي ما قبل العصر الحجري دخلنا فيه 25 جويليه عصر حجري عصر متحجر اش قال العقل التونسي؟ شو محليه العقل التونسي؟ العقل الجماعي التونسي اش قال؟ يا خويا انت سيمون الشباب كله يحب يروحوا انت غدوه تحب تاخذ موقع المسؤوليه اش تعمل؟ تحب تترشح اش تعمل؟ تكتب وثيقه وهذا عمل في 19 تقول انا سوف اتخلى على الـ على الـ الجواز الثاني في حاله نجحت وليت رئيس هذا العقل الجماعي التونسي شو وصل معقول شيء هذا يعني تحب تختزل الجنسيه الثانيه في ليه؟ فقط جواز سفر لا بتبيع ما فما اخر ما في إيه حتى مليون تونسي اليوم منهم ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة التوانسه اللي يعيشوا بالبرة عندهم جواز سفر 750 ألف هذوكم كل خونة ما عملنا نحن في القانون الانتخابي الجديد هذا؟ جينا هذوكم التوانسة اللي هما قلنا نخبة تونس جينا قلنا لهم توما خونة بوتونسيال ما كيف تقال العربي خوانا بوتونسيال بالقوة ليه مش بالقوة؟ لا بالقوة. بدينا صداري البلاد. قوة، أوصل قوة، أوصل قوة. مخ س. إيه. شو ال شو العقل ذي؟ الأخ العقل الجماعي التونسي. إيش قال؟ قال يا أخوي أنت حبتو لليزا دولة أنت أخذتي بسبرك ووزع حاليك لأنه عندك تولي عندك حقوق معناه مي في حقوق. تخدم وقت اللي تحبهم يترددوك كل شيء. إيه من تحب تدخل في الحياة العامة تونسي في شأن عام تعمل تكتب كل ورقة ذيك. تقول أنا نهارت اللي ننجح في الانتخابات نتخلى على اتخل... الجنسيه هذا العقل الجماعي راهو انت اللي يجيب في فرنسا ولا سمحني اللي يجيب في فرنسا اللي يجيب في, في, في فرنسا تنجم تحمل مسؤوليه تنجم... تنجم تنجم تولي مينيستر في فرنسا يعني اذا انت تنجم تولي وزير داخلي سمحني أي. اذا لي بي ناسيونو نتاعنا يحبوا يغطيوا جانب اخر زاد إذا أنا عندي دوبل ناسيوناليتي، نسوي سوي فرونكو تونيزيان، أي. والنجم نترشح نجم نولي وزير داخلية ولا دفاع في فرنسا، ولا إيش شكون؟ دقيقة، ليه اللي بوتونسيلمون سي منظر اذا كان نحكي هكا بوتونسيلمون كنا خونا نقول لك حاجه انا اليوم بالباسبور الفرنساوي نجم نولي رئيس حكومه في بلاد في بالكم بدنا عندها عام اليوم نحكيو عليها شويه من بعد نعملوا شويه بيلون نجم نولي رئيس حكومه اليوم بالقانون سي قيس سعيد ايش يقول سي قيس رئيس حكومه عنده صلاحيات هكا ولا مم. دونك نجم نولي رئيس حكومه شو شو اليوم ريت الشباب راهو نسبه الولاء وكل شيء تغيرت راهو مش خاطر هو مشى عايش في استراليا تقول له انت خائن مش هو خذيه فرنساوية تقول له خائن راهو ريت نحن سامحني سي منظر كان نقول اي لازم شو شو, شو المفاهيم ريت, ريت, ريت تونس اليوم قاعده تتسير مفاهيم قديمه قديمه عارف قدام ودايروا كلهم بعضهم كيما سي سي قيس عايد كيما سي راشد غنوشي كيما مدام عبير موسى كلهم حاتم مو باش نسكروا الملف هذا حاتم اذا اذا حاتم بولا تم قبول الترشح نتاعو ونجح في الانتخابات التشريعيه تتخلى معه. على الجنسيه الثانيه ساعه القانون ما يقولش القانون يقول في حاله الانتخابات هو القانون ما ليه في ليه في ليه دا ليه دا ليه على الجنسيه ما عادش فما في القانون القديم القانون في القديم مش تترشح انتخابات رئاسيه تكتب وثيقه تكتب التزام تتخلى على الجنسيه الثانيه نجم نشوفوك مره اخرى مترشح للانتخابات الرئاسيه جاوبني تنجم تترشح مرة بتبيع بتبيع البلاد, البلاد مسلم فيها البلاد مش مسلم فيها نجم بالفكره ستان دروا ستان دروا تغريك المناصب خاتم بولا بيار انا تغرني كي نسلع انا والله في الصباح بكري لقيت واحد ياخذ 200000 وراسك ويخدم والله نحب نعطي أه أه. نقول حاجه للسيد اللي خدم فيه فيلا في الكورنيش في المرسى يعطي فيه 200000 فريمون <applause> نبكي صباح ياخذ 200000 قلت له كيفاه عامل عنده زولاد قلت له ولادك يعاونوا فيك قالوا لي حتى نجموا رواحهم بالحق في معناها فما اليوم فما حاله نتاع ميزيريا في البلاد وتزادت الميزيريا مده اكثر من عام لازم نحسوا بها انا سبحان ربي كيك ما, ما نجمش ما نجمش ما نجم نعطي اضافه اليوم نجم نعطيه اضافه للبلاد اذا كان الناس قادر كيما نقول كوارجي نجم تكور عليه تخلينا على البنك انا نحاول ومن بعد توانسه هما يختاروا دو هم مش سي قيس سعيد اللي مم. يسمي فيا البارح مونداسيون هذا سي قايس ماكش المولى سبحانه وتعالى شنو تقول انه كلام رئيس الجمهوريه البارح عليك انت؟ شكون أحكي علاش؟ يعني شكون يحكي؟ خاطر انا خرجت في كونفرنس دو بريس نهاري التالي وقلت راه لقيت فما 161 مترشح مرشح النظام قلت هذايا السيد لقيتوا الكونكورون تاعي في فرنسا آه 1 لقيتو يلم في التسكيات اي بدون ذكر اسمه يلم في التسكيات من شهر ماي سي مونتي وقالوا من بعد قانون انتخابي شهر في جوان وخاصه استماع متاكد مش شهر ماي انا اصدقائي عندك دليل على الكلام هذا اصدقائي في فرنسا خليهم يمشي شكيبيه انا تعرف شنقول نحب اليوم زهير المغزاوي قال هذا تهريج ليش شكيبيه زهير المغزاوي يقول لك حاجه يسمحش ما روحه شويه تعرفش عليه تعرفش قال قلت له مش معقول الاربيت الاسبيرونس وكلوب تكور والاربيتر اللي عمل قاعده مع رئيس جمعيه الاسبيرونس هاني يعني مكشخ انا سيدي هاي مش معقول تعرفش قال سي زهير ليه مشكلتي انا لانه الاربيتر اللي هو سيد الرئيس قعد معايا برك برا قولوا له الاخرين انا رئيس جمعيه الاسبيرونس أنا حمد مد ما نقعدش مع الاربيتر هكا ولا يعني كان زهير المغزاوي يرفض دعوه الرئيس بتبيعه يكور هو مع 400 حزب ولو مستقلين كيفاه يمشي قبل الرئيس ثلاثه مرات تعرف شنو هي فويده يا صارت راه لانه سوفي كيف نجم نلم تسكية لعبة كلها تسكية تريد ولا في الخارج فما سبع دوائر فما حتى مترشح وثلاثة دوائر مترشح برك اللعبة كل تسكيت. كيف سهل انك تلم التسكيت؟ و... تعرفش عليه لأنه وهذا العقل اللي ما فماش عقل اليوم في الدولة كيفاه اليوم مثلا دائرة كما الكرم فيها 75 الف ساكن تتلفت تلقى واحد بجنبك تعطيني ما تعطينيش تزكيه وواحد يسكن في الكرم على اثنين مقيد والاخرين مش مقيد هكا ولا 50% مقيدين اي <applause> <applause> اللو كل برا فرانس 1 آه اللي قالوا البر لموا التزكيات فرانس 1 آه في بالك سي المنظر قد ايه المساحه نتاعها 180 الف كلم مربع معناها مره وشويه قد تونس وفيهم قد ايه توانسه كيما الكرم ومن بعد تقول لك وفات وتونسي على 10 مقيد دوك باش تلوج اللي متلوج 10 في 20 مليون ساكن فرنسا 1 تفهم فيا ولا ابره في بود يعطيك يعني الصحه لا بروف اللي قلتو صار لا بروف سبعه دوائر ما فيهم حتى مترشح كيفاش نجحت ملا حتى مش والله فاس. عندي ريزويت يا نقولها وبلاش فلوس هذا هو يقول البارح السيد الرئيس يحكي عليا قال عندهم الفلوس يمشي السيد الرئيس كان عنده المشكله اذا يتهم يت... في الاتهامات كان يلقى عطيه الدينار او نقول احقاق الحق فما الناس عاونوني داروا كل شيء أعطيتهم ماكله معناها كلاو معايا نوكلهم الناس معناها فرحه بالناس ليه معناها يدوروا معايا العباد

Radio-Med, une vague de bonheur. شركة السيد للتجارة أوتيسي تقدم لكم أحسن عرض في السوق التونسية في آلة الأشغال العامة والجرارات الفلاحية. شيريو إليفاتور، تروس باليت مانويل إلكتريك، جيربور إلكتريك وغيرها من الآلات. وإذا تلقاو نفس القطعة بنفس المواصفات أقل في السوق التونسية، أحنا نرجعولك لك الفرق. ومع هذا شركة السيد للتجارة أوتيسي تقدم لكم سيرفيس أبخي دو كاليتي وتوفر لكم توت لي بيس دو rechange على طول العام. ما زورونا في لي ممتاز. انا يعني 2 ويد زرو 2014 مجرين الرياض على جي بي ا والاكثر معلومات www.etc.tn او على الرقم 26 363 025 شركه السيد للتجاره او سي جوده وضمان تخدم وانت متمن من عام 1881 ولمده سنين سيراميك السيد تعيش في التجربه وتطور في خبرتها صنعة جدود بغرام تعلموها بحب زينوها وبكل فخر صنعوها سيراميك الصيد الخبرة وراها تاريخ فيزيتي نوتخو سيت ويب www.seed.com.tn تاي برايم تايم برايم تايم مع وفاة رابلسي ومنظر ثابت برايم تايم ثمانية و31 دقيقة مازلنا مواصلين معكم ضيفنا اليوم الناشط السياسي حاتم بولابيير والمترشح سابق للانتخابات الرئاسية آه 2019 وممكن يكون مترشح للانتخابات التشريعية سني إذا تم قبول عمل إذا تم قبول الطعن نتاعو باش نرجع لك حاتم للكلام اللي كنت تقول فيه قبل الفصل تحدثت على آه كلام أنه فما مترشحين يلموا في التزكيات من من شهر ماي تحدثت على آه حركة الشعب تحدثت على اخلالات في القانون الانتخابي هذا دونك كي نسالك اليوم كيفاش توصف المسار الانتخابي اللي قاعدين نعيشوا فيه حاليا هل تعتبر اليوم مسار مشوه مسار غير نزيه وفقا للكلام نتاعك كاوتيك ما بالعربي كاوتيك فوضوي فوضوي لانه ناخذ ناخذ نتيجه النتيجه اللي خرجتها البارح لزي مشاركه عندنا دوائر فيهم صفر مشارك سبعة في الخارج برك اي فما دوائر فيهم مشارك برك فما دوائر فيهم زوز معناها دو كونديدا دو كونديدا اش معناتها سي مع شنو شكون ربح اليا يعني, يعني. اليا اش معناتها معناتها 10 ربحوا اليا يا مخبل وحاجه اخرى شنو 1000 مترشح 19 طيب معناتها معدل 6 مترشحين لكل دائره ما دا تذكروش في 19 قدا فهم م. عندي الساتستيك في 19 فما 50 مترشح لكل على كل دائره, دائرة. وهذا هي الديمقراطيه انه الناس كل تجي تكور ومن بعد الشعب يختار اش عملنا وفات خرجنا فيت هامش نقول لك توا وكان نحب يشكو بي خرجت وفيت وفيت خرجت وفيت وين وفيت خرجت؟ من شهر ماء فوالا هام التسكيات شنو هو؟ ما الاستماره التسكيه كانت خرجت بعد 26 سبتمبر في سبتمبر دونك كيفاش من في انت مش مش تعدي الباك نقول لك راهو سيونس تعدي الكور اليوم ونحضر لك الكور من ماي انت تحضر الكور من شهر ماي ومن بعد جماعه كل الاخرين يمشيوا سوف يتفاجئون اللي خرجت قبل القانون اللي خرج اللي خرج, خرج ناس من شهر ماي هم يلموا في التزكيات بالكوبي باسبور خاطر شنو هي الحكايه؟ كي تجي مش لم تسكي من عندي يقول اسم ولقب واسم الاب اي أزم. وين هذا وين بالضبط؟ انا ريتو انا ريتو ميدانين في فرنسا معناها اليوم انا حاب نقول أنا نقول لك حاجه هو زهير <applause> المغزاوي هو اتهمني نقول له انا؟ <applause> سي زهير المغزاوي نجم يخرج اليوم يقول انا مستعد انه الرئاسه تخرج محاضر اللقاءات هكا ولا منظمين في الرئاسه فما اداره ولا محاضر اللقاءات بين سيد هذا رئيس الحزب وبين رئيس الجمهورية مش معقول رئيس جمهوريه يقبل حزب برك هو بالدستور اللي عمله هو رئيس تونس كل هكا رئيسي اليوم هذاك انا يا خويا ليغاليست بمتعاش الرئيس هذاك علاش الرؤساء قبل كانوا يقبلوا تونس الكل؟ لا الرؤساء قبل نقول لك سي باجي الله يرحمه كان كي يقبل يقبل الاحزاب كل لا اللي اختارهم هو ليه 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 لا 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 يقبل لا سمح لي بشوي بشوي, بشوي نرجع للتاريخ لا لا مش نرجع للتاريخ نختار حتى في التشكيله الحكوميه انسان عنده صفر حزب عنده صفر يعتبر سي الباجي انه جزء الله يرحمه صحيح لانه جزء من التراث مش يعطيك الصحه صحيح, صحيح عمل مش عمل الباجي الله يرحمه كان رجل دوله سيد هذا مش رجل دوله سيد هذا مش رجل دوله لانه رجل دوله شو ماكرون انت ماكرون تكلب عنها زعيمة الحزب التجمع الوطني اللي هي مارينو لوبين يقبلها ما يحبهاش يكره بعضهم ما يقبلها لأنه ماكرون رجل دولة يقبل الناس كل حزب كل البيجي كيف كيف كان يقبل بالتسعة كان يقبل بالتسعة يعني نقول لك حاجة هو بيدو مش دقيق كلامك مش دقيق عليه لا 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 مش دقيق منظر الحقيقة مش مش كل لا 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 ما استقبلش كل الأحزاب مش, مش كل سامحني مش صحيح مسح أحزاب كانت موجودة, حاجة كانت موجودة حاجة لأنه كان عنده مشكل نفسي مع بن علي فولودير مثلا كان رئيس برلمان تحت بن علي ومن بعد حب 14 جانفي سيموند جو داكورد ما نزيدوش تاريخ لا لا سيموند س... س... جو تو داكورد سي بيجي ما كانش اسمعني ما كانش بارفي ما كان رجل دوله كي يقبل 200 حزب من نجم في كرتاج يقبل 200 حزب يمكن فلم حزب ولا اثنين ما يقبل مجموعه من الاحزاب اش معناتها الناس تكور شامبيونان فيها برشا يكوروا مش هذا يقبل رئيس حزب برك راهو راهو فضيحه رئيس دوله ما يقبلش رئيس حزب البرك في مخاض في مخاض الميكرو عايشك حاتم معناها سي كوم سي yeah. سي اربيتر فما لا حد اربيتر ومسؤول الأربيتر ولا رئيس الجامعه يحكي حزب مقاطع حاتم فما حزب مقاطع حاجه اخرى حاجه اخرى هذيك حاجه اخرى الدعوه ما وجهت ما وجهتش رئيس الجمهوريه شكون المفروض انه كان يوجه الدعوه الرئيس للناس كل لشكون مثلا؟ للناس كل نقول حاجه جبت خلاص يا... لي لا يختار اللي يحب هو، ما المهم يوجه الدعوه خليه ما يجيوش، نقول لك حاجه يواجه دعوه خليه ما يجيوش خليه يولي لعيب في شكون لعيب فيهم باهي حاتم اليوم وقت حاجة. اللي تقول يا حاتم سي عيسام الشابي كان يمشي كان يمشي كان, كان وجه له دعوه سيد الرئيس يمشي متاكد يمشي اسالوه يمشي انه بالنسبه لعصام انه ما, ما نحكيوش بالسنه نعم. لا يمشي. لا 25, لا يمشي. 25 جويله موقف منه يمشي برشا حساب تمشي انا يعني لك حاجه فلوس كلون بيدو اليوم في بالك فما كيغ كلون ولا فين في حول الرئيس بتبيع اي منظر انت تفهم في ال... في السلطه اي, أي سلطه فما دي كلون فما ديك لون فما ديوم. طيارات تكتلات فما حركة بيناتهم شكون الاطراف اللي تشكل حركة الشعب عيلته، فما ديك اليوم اليوم ريت ريت انت انت هذا اثر ليه. في تسيير من... الدوله انت تبيع سي المنظر انت تفهم في السلطه وكنت قريب في السلطه في الاخر في اخر السلطه بن علي لا يرحمه ما كان تمام غير ولا بالطبيعه من مرته الاولى من مرته الثانيه من الحزب مرته الاولى ما عندها حتى دور وولادها الصراع حول خلافه بنيتها بن علي بناتها بناتها الصراع حول خلافه بن علي وسخر الماتري والناس أي أيه هذا كان موجود منظر خويا اي كان بناتها مرته الاولى وبناته مرته الثانيه وقعدك هكا مش على الحكم على المصالح هذا المصالح هو حكم لا لا الحكم سيتي لا كونديداتور دو سخر الماتري بالتوازي مع نشوف باهي نتعداو منها مع نشوف المصالح هكا ولا عليه كان حكم بالطبيعه في كل دوله صح النظام قعد 23 سنه مش في ست في الاخر هكا ولا بالطبيعه هذا النظام في عام في ست حاتم اللي قبله جنة اللي قبله جنة حاتم ولا بيها اللي قبلوا من الاول سي بون ما قبل له. 25 جويليه فاز من الاول نقول لك عليه فاز لانه نفس نفس الفساد يجا يروح يروح يقول حنبدل النظام قبل من غير من قبل من غير النظام هو بيدور عنده فرد اداء فقبل من غيره من من حاله التوانسه من حصلوا من 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 حاله التوانسه شنو نعملوا نغيروا النظام مش مش نضمنوا الحكم <applause> هذا هذا في الاديان وبالحق صراحه يلزم مراجعة المترشحين الرئاسية واللي هو المناصب كبيره يقولوا انا شحب نعمل اسكو تحب تغير النظام يا سيد ولا تحب تحسني تتكونسونتر مش تحسنني من 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 الحاله نتاعي المقدره السياسيه طيب قال انت ريتو شقال قال السفير السابق ما ما خرجش ياسر سفير السفير الامريكي السابق اش قال السفير الامريكي السابق قال السيد عدى عام كامل يكتب في ريتوها يكتب في القانون الانتخابي آه سامحني في الدستور لانه اليوم سي المنظر اعطيني اسم كتب الدستور سادة بلاي قال مش انا سي امين قال مش انا دونك شكون كتب الدستور دونك اليوم انا اعطي ايبوثيز وقال السفير الامريكي السابق انه سيد الرئيس كتب الدستور وحده عام دونك بوندون عام سي منظر مش لاهي بينا تحبوا تلاهي بينا تحبوا السكر بالسكر ناقص بالحليب البارح نجي الحليب ما لقيتش ليه يكتب الدستور شهوه عرفت شهوه شهوة عنده شهوة نتاع أستاذ حتى بها الانتقادات هذه الكل يقول القايل علاش شاركت فيها الانتخابات هذه ثم ثم برشا أحزاب قاطعت خيرت أنها تقاطع لا أنا أنا في كل حالات ننقد أما نقول السيد شرعي ما نحبش نعمل انقلاب جبت خلاص يحكي عليها سي المنظر نحبوا يعملوا انقلاب مش حب يخرج الشارع ويقلب النظام هكا ولا جبت خلاص يقول هو ما يقولوا انقلاب يدفعوا الانقلاب هما يقولوا انقلاب ويدفعوا شنو هو يقولوا العودة إلى المسار أقل بين الاخرين أنت أي العودة إلى المسار قلب النظام يحبوا تلعب مسار ديمقراطي يحبوا تلعبوا سيد اي انا ليه؟ انا ليغاليست السيد نقول قاعد يبلبس مي إلي اون بلاس الرئيس نتاعي حتى 24 واللي يحب يكور يكور في 24 انا نسيس على البلاد يا خويا الاخر يحب يجي يعطيني الحكم بالسيف كيما جبهه الخلاص كيما دام عبير وكل شيء لا لا ما نعطينيش الحكم بالسيف التونس ايش يحبوا؟ الهدا بن عروس هكا ولا هكا يقولوا الهدا <applause> الهدا بن عروس <applause> الهدا الهدا ومن بعدنا كان تحب تنقد ننقد نحن اليوم مازال عندنا هامش مش هامش آه صراحه مازال عندنا هامش من الحريه انت ما سالتنيش وفاء شنو الاسئله ما قلت ليش شنو الموضوع تحكي اليوم ما تحكيش فيه هكا ولا فماش تنسى اليوم والحمد لله ونقول حاجه في كل حالات التونس ما يرجعوش بالتوالي انت سي المنظر عمره ما واحد يجي يقول لك ما تقولش دونك هذيا حريه كل بيبي ولا ولا أدلت خرج ما عادش امه تحب تصلح كيفاش انت؟ ها نحب نصلح نحب نصلح من الداخل اش عمل هو سي قيس سعيد؟ صلح من الداخل ولا؟ اونفا حسب رايه صلح من الداخل هكا ولا؟ هو في 14 خرج وقال انت باش تدخل البرنامج يعني باش م... موافق على 25 جويلي انت حاتم انا ما نجمش نكون مش موافق التوازن فرحوا انا من, إيه. فرحو. من الاول صراحه من الاول قلت السيد غير قادر بسيد الدوله ما يسكت علاش يسكت يعرف سي منطل. لا قلت انا قلب لا شيء لانه توازى فرحوا انا سكت اعطيته فرصه مي توا ماشي ال... خلينا نقول البلاد يختار في حيط باهي مش يضرب فيه بيه. دونك اليوم بوزو الحيط راهو يا جماعه عمرها ما صارت في تونس عمرها ما صارت عمرها ما صارت ناقص حليب حليب ما فماش البارح في المجازر ما فماش برشا مواد يعني انت إيه؟ ضد جبهه الخلاص ضد عبير موسي ايه اي يا عبير عبي ليه مش ضد الجميع انا نقول لك حاجه برشا شباب يخموا كيفي لانه ما همش توا مهيكلين في في مؤسسه ولا في جبهه ولا في هز. ما ما يسمى ذكروا في 2011 <applause> لا ماجورتي <دي> سيلونسيوز برشا <applause> ناس ساكتين ليه مع راجل غنوجي ليه مع عبير موسي لانه مثلا عبير موسي تحب تقول الحكم نسمحها لو نسمحها كلها اعطيني الحكم اعطيني الحكم يا مدام عبير شنو تحب تعمل الحكم انا جيت مدام عبير قلت لها نعمل مناظره مع بعضنا تي في الاسانسور ما حبش تسلم عليه ما كنا نسكنوا مع بعضنا في جده علاش كنت قطيع ما بيناتكم يعني هي موسيقى. انا نسلم مش هي ما تحب طب شنو نقول انا مدام عبير تحب تقبلني نعمل قهوه تعيط لنا تعيط لنا وفاء هاو ميسيون تعيط لنا ونحكيو ما تحبش تحاور مي بار كونتر تقبل السفير الفرنسي تحب نحكيو على الخيانه هي نورمال تحكي مع السفير الفرنسي تضحك لها حتى لهنا انا طلعت معاه في الاسانسور خرجنا من بعضنا خافت مسكين المرافق الامنيه من لك قال لي سي حاتم سي حاتم خافت تقعد معايا هاو هاو دعوه هاو دعوه وفاء تو داكور انا انا مرحبا بها اكيد ندعوها تكون حاضره مش تحب تحكي وحدها نظام قديم على غير يحكي وحده هكا الاديان نتاعك قديمه نجي نتحاوروا علاش كل... ما كانتش هي في اكثر منبر اعلامي كانت موجوده في اكثر منبر كور وحدها نقول لك سي منظر انت كنت في برشا منابر اعلاميه تقولك لك نكور وحدي تحب تكور وحدها عرفتي كيف تكور وحدها معناها فما اديان ديكتاتوريه الوك الاقل شي يقول الشباب شو يحبوا والناس اللي عندها اقل ايش نتحاوروا مع بعضنا مدام عبيد شنو تحب تعمل في النقطه هذه مدام عبيد شنو تحب تعمل وانا ترشحوا لو... رئاسيه مش ليش على لازم سنو رئاسيه نعملوا مناظره نعملوا مناظره تو نحكي <applause> ليش تحب <applause> تحكي بهم وعليهم الاخرين الاخوان جاي عليهم الاخوان جاي الكل البلاد قيس عندها البلاد اي شنو تحب <applause> 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 اعطيني الحكم شو تم مدام لا حكم ما عندهاش رؤيه ما عندهاش برنامج عبير موسى ما تحبش تحكي تحكي وحدها تحكي مع الحيط عرفت التنس مع الحيط فما يجوز عندها التنيس. شعبيه كبيره تنجم تنزعها في شعبيتها حتى, 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 سي حتى, سي حتى, حتى من غير من غير من غير خالد خالد شعبيه, شعبية. سيمون نقول حاجه على قيمه حامي عليها كان عندها شعبيه لو قدمت الانتخابات البلديه في مروج انا السنة فيها ما انتخاب كانت فما انتخابات بلديه في مروج هكا ولا مروج 100000 ساكن سا سي سكون ابيل ان سونداج غروندور ناتور نستنى فيها متقدم ما قدمتش الحكي <applause> لي عنده ست شهور قديش ما قدمتش يعني عندك شعبيه اكثر منها سيمون <applause> سيمون تحب غدوه انا عندي 70% شعبيه تحب تحب نعملوها نكونوا تحب نجمو نعملوها نعملوها نمشي سونداج ونعطيه نقول لك قد ايه زاد ولا 300000 دينار جراف صا مي 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 سي لا غير سيمون تحب تحب نقول الحقيقه ولا 300 الف دينار مش مش انا سي سي طاهر طاهر سي طاهر سي يولي توب فايف ويخرج في شريط المغرب هكا بالكبير توب فايف تعرفش عليه خاطر وقتها وهنا نذكروا ما فماش كان في, في البيت نذكروا التيار بخير سي محمد عبو وهشام عبد اسمع 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 عمليات شرعيه اسمعني اسمعني نذكرهم بالخير اسمعني سامحني سامحني باش نوضحوا للمستمعين لا لا باش نوضحوا راهو ما عادش عندي وقت زياده نخدموا بهذا راهو نجموا نطلبوا ان بو كومونديتي راهو ان سونداج اي هنا نذكروا التيار بخير هشام عجبوني ومحمد عبو كل شيء حبوا يقنوا هبطوا قنوا قانون قريتو هكا في ثمانية فصول كيما فرنسا عليه سهل ياسر سي تحب تي كوموند شنو هي تمشي فما لجنة سلعة الراي وتقول لهم هاو سكو جو في كوموندي جوست بو ما حبوش كي لي زانستيسيون نذكر اسمهم وخاصة واحد مشى هددهم هددهم علاش يحبوا يكوروا وحدهم يحبوا يكملوا ياخذوا 300000 ألف دينار باش نطلع واحد مش في التوب فايف غدوة تاع غدوة مش بصفة حقيقية يعني بتبيع اون فالسيفي ما حبوش كان ثم قانون حاتم بولا بيار. كلمة الختام يلا كلمة الختام خلينا نعطيه حاجة بوزيتيف زرت خمسين بلاد في العالم بالحق صح عليك لا لا في خدمتي خدمة كل <applause> خدمة واحدة ولا اثنين فواياج الوزير بكل خدمة <applause> صراحة سي المنظر مش شوفينيزم ولا سك انت سي المنظر سافرت تعرف <applause> بلادة من أحسن توب فايف بالحق عندنا جبال عندنا شمس 330 يوم عندنا كل شيء تونس نقول لك برجلية بالحق خلينا نحكي من القلب تو أحسن من فما كان أه بالحق قول احسن ما فما طيبين طيبين, طيبين. عندك التيبه نتاع ليزافريكا عندك المخ مقدم نتاع ليزوروبيان عندك السوليداريتي نتاع ليزارا بكل شيء دونك نحنا توب فايف يا خوي السؤال عليه عليه هكا امورنا هكا عليه بالحق صراحة أحسن عبيد حاتم بلاد حلوة من ينجح في الانتخابات يغير وقعنا. واقعنا اليوم في ست شهور تبدل في ستة شهور حاتم يغير لنا الواقع شهور ست شهور في أي منصب الساعة يعني كل مرة واحد في أي منصب تعرفي من منصب تشريعية ولا رئاسة رئيس حكومة اه ولا واحد ولا منصب فيه بروغاتيف في صلاحيات في صلاحيات تحب على السلطة يعني تي من على السلطه مش للسلطه، نقول لك سي منظر، مره نعطيك سكوب، مره راجل غنوشي قال ايش قولك تشد وزير؟ قلت له يا شيخ تو واحد تشد وزير تحب نقص السالير تاعي بارسيس، سما انتريس با ما تعنيكش ما ماديا ما تعنيكش ماد ما تعنيش السلطه مال شو شو آه. الحمد لله خلي السلاير نتاعك <المنور ماندر> كافيار وكليني سي الموند hey. سي الموند تعرف انت الكافيار وكليني فما حاجه بعد الكافيار سومو <applause> <ماندر> من كلو سومو وارخص من كذا في الاخر في الاخر تحب تعطي البلاد كيما جوار كوره قاعد في البنك ينجم يكوري مركي دونك انت بلادك من بعد كان فور. عندك برنامج اقتصادي ينجم ينفع البلاد هذه خاطر باخر اخر باش يخرج كتاب فان ديسمبر وفيه البرنامج هذا واضح شكرا لك حاتم بولابير الناشط السياسي شكرا على حضورك معنا وعلى قبول شكرا. الدعوه بشخليكم مع اجمل اغنيه ام كلثوم حيرت قلبي معاك ببين نسكن